الحمد لله يمكن على الاداء النهارده، يمكن انت شايف الولاد قدوا على اعلى مستوى، يمكن عندنا غيابات كتير بسبب الانذارات وبسبب الاصابه. الحمد لله النهارده الولاد اللي نزل، اكيد احنا كنا بنتكلم معاهم اللي ينزل خلاص كانه لعيب اساسي يبدا يثبت نفسه، والحمد لله النهارده الولاد قدوا على اعلى مستوى. يمكن النهارده كمان الماتش الجاي يمكن كمان 3 ايام مع المنافس لينا انبي، يمكن ان شاء الله كل اللي بره ان شاء الله يرجعوا باستثناء لاعب او اثنين. يمكن البطوله 2001 يمكن بنلعب ثلاث ماتشات في الاسبوع، انا مش عارف يمكن ده حاجه كويسه ولا وحشه، بس اللي انا شايفه ان هي كتير قوي على حمل على لاعب عنده 17 سنه و 18 سنه بنلعب كل ثلاث ايام مباراه. يمكن الفريق الاول ما بيلعبش كده يعني على 4 ايام، لكن احنا عشان نحافظ على نطلع جيل لمنتخب الشباب او نطلع لعيبه على اعلى مستوى من بدنيا وفنيا، انت اللعيب بتخلص عليه يعني كل 3 ايام مباراه، دي حاجه خطيره جدا. ويمكن كمان بنلعب الفرق المنافسه لينا في الدوري ورا بعض كل 3 ايام ماتش، بس هي دي الفكره. فطلب بس من اتحاد الكره يعني يمكن يحاول يحافظ على اللعيبه، المفروض ان هي مواهب المنتخب وهتخدم المنتخب، حافظ عليهم يبقى المباراه كل اسبوع. احنا مش مستعجلين، يمكن التصفيات بتاعتهم كمان سنتين يعني. انا اول ما المباراه بتخلص دايما بنفكر في اللي بعده، يمكن حتى ما بنفكرش في بعديها بماتشين ثلاثه، لا بنتفكر واحده واحده خطوه بنمشي فيها. خلصنا من الماتش النهارده خلاص يا اولاد نركز، خلاص نقفل صفحه نخش على الصفحه الثانيه هي مباراه امبي. بس الحمد لله المكسب والاداء الرجاله اللي قدوا من اول دقيقه لاخر دقيقه، والحمد لله كابتن احمد سراج معودنا دايما المكسب اهم حاجه والتعادل الحاجه مش في قاموسنا خالص. والماتش يعتبر ماتش المخصه ده ماتش خلاص لغيناه، ما عادش موجود، احنا جايبين اللي جاي يعني، اللي بنشوف اللي قدام ما بنبصش اللي ورانا. لما جيت كنت رحت معاهم، اول ما جيت رحت معاهم المعسكر، كان اول تمرين رحت معاهم المعسكر، فلعبنا هناك ماتشين فشاركت في الماتشين دول الشوط الثاني، فالحمد لله اديت اداء كويس. فلما جينا هنا بقى كابتن احمد سراج قال لي عايزك تشد حيلك وكده، انت هتبقى يعني هتبقى معايا وكده، فالحمد لله قدرت ان انا ابقى قد ثقته فيا. ماتش انبي طبعا ماتش قوي جدا يعني، انبي هي اللي بتنافس معاها دلوقتي هي والجيش، فهيكون ماتش قوي جدا، والحمد وان شاء الله يعني باذن الله هنكون قد الماتش ده ان شاء الله ونجيب 3 بونت من عندهم ان شاء الله.